انت اللي حركت مركب هارون؟ ايوه يا عم. من غير ما تاخد رأيي؟ من غير ما اخد رأيك ولا تشورني كاني مش موجودة. نار كانت كوياني كوياني من ساعة ما ضيع علينا البضاعة اللي كانت جيالنا من بره. ما ارتحتش إلا لما كريت اللي حرج مركب هارون. ما عندكش عقل انت؟ فجدته؟ ما تعرفش اللي انت كريته ده لو اتقبض عليه هتروح معاه في 60 نصيبة؟ ما فكرتش في حاجة وكتير. كان كل اللي هممني ان انتجم وبس. بس خفت بعديها تزعلي مني لو عرفتي، عشان كده ما قلتلكيش. ومن ساعة ما حرق لنا المصنع وانا حاسس بتأنيب ضمير، حاسس ان انا السبب. لا مش انت السبب. لو بتفكر زين تعرف ان مش انت السبب. لو هارون يعرف ان انت اللي حركت مركبه ما تقعدش قصادي دلوقت، كان زمانك في تربه ومقفول عليك. كلامك صح. ماشي. دي الغلطه التانيه. الغلطه الاولانيه لما رحت من ورايا بردك واشتريت سلاح عشان تقتل به هارون وانا سمعتك. ودي التانيه. مفيش تالتة. التالتة دي اللي هتبقى بيني وبينك.